ترويح كرة ممتاز من طارق ثابت باتجاه خط المرمى، ثم يراوغ لاعب اول، ثم يراوغ لاعب ثاني. طارق ثابت انها رائعه، لكن توزيع المعلول ليس اقل منها روعه. وفي طارق ثابت الصيفيه تخلي المورن اسبرايا يراجع اكثر من نقطه على مستوى خط الدفاع. اذا تساءلت يوما عن افضل من نحت مسيره خالده في الملاعب التونسيه، فالاجابه لن تكون بالعسيره، لان الاسماء كثيره، ولعل ابرزها ذلك من لقب يوما بالجناح الطائر. والحديث على طارق ثابت، ابن المدينة الساحلية الجنوبية جابس، أحب كرة القدم كما لم يحبها أحد، فكفأه القدر بالانضمام للمملكة الترجية وهو في سن 18. سنة 1989 كانت شاهدة على ولادة أحد أفضل الأظهرة في تاريخ الكرة التونسية العربية والإفريقية. طارق ثابت تزين باللونين الأحمر والأصفر في 349 مناسبة، ساهم بمجهوداته روحه القتالية وانضباطه، ساهم في بلوغ الترجي للقمة والتتويج ب19 لقبا. وبالرغم من أنه مدافع أيمن، إلا أن حضوره كهداف سجل في 27 مرة، طرق أبواب مدن المنافسين، توغل في دفاعاتها وغزا شبابهم. نجاحات مهدت له طريق المنتخب، فكان له ذلك حيث شارك لأول مرة مع النسورة سنة 1992، ومثل تونس في 60 مباراة سجل فيها 3 أهداف. أفضل لاعب عربي سنة 93، شارك في بطولة كأس العالم في نسختين متتاليتين سنة 1998 و2002، لتبدأ بعد ذلك مسيرة لاعب كبيرة ببلوغ مراحلها الأخيرة في بداية موسم 2004-2005، تاركا وراءه قصة نجم خلوق جعل من البساطة عنوانا أبرز في بقية حياته.